على أكواب بارد وطعم وبدون فرن، والطعم دمار، والطريقة جدا سهلة ولذيذة. بسم الله نبدأ. الطبقة الأولى كيك جاهز، نحاول نرتبه على قد الكوب، نخليهم على جنب. الآن نسوي الطبقة الثانية، حنخفق الكريمة الباردة لما تثقل معايا، حليب مكثف بارد وحنخفق لما يتجانس ونوقف خلط، كاكاو بودرة وحنخلط لما ينخلط تماما. القوام المطلوب، دايما أحب أحط الخليط في قمع عشان يسهل علي عملية التوزيع. نوزع الخليط فوق الكيك كطبقة ثانية ونرتب السطح. نبرد الحلة على الفريزر لمدة ساعة. طبقة الشوكولاتة، نسخن الكريمة ونصبها فوق الشوكولاتة ونستمر بالتحريك إلين ما تذوب معايا تماما. بعد ما برد معانا الحلى نوزع الشوكولاتة عليه. نبرد الحلى بالفريزر لمدة ساعتين. بعد ما يبرد معانا الحلى تماما نرش عليه الكاكاو البودرة وبالعافية.